أهلا بكم. قانون حظر خاشقجي بموجبه اتخذت إدارة بايدن إجراءات بحق مجموعة من السعوديين الذين حسب تقرير استخباري أمريكي رفعت السرية عنه بالأمس نفذوا أوامر باعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. التقرير أشار إلى دور ولي العهد السعودي ومسؤوليته، ولكن الإجراءات لم تشمله. إدارة بايدن مكتفية حتى الآن بقطع التعامل معه وحصر تعامل بايدن مع الملك سلمان. كيف ستتعامل الرياض التي رفضت التقرير وحظيت بتضامن من البحرين والإمارات ومن مجلس التعاون الخليجي؟ كيف ستتشكل العلاقات الأمريكية السعودية في المستقبل القريب، لا سيما في ضوء مراجعة أمريكية لهذه العلاقات، مراجعة كاملة حسب تعبير مسؤولين في إدارة بايدن؟ وكيف ستتفاعل دول الخليجية مع هذا التوجه الأمريكي الجديد نحو السعودية؟ ساكن هو تحت الثرى، مرتعشة علاقات بلدين بسببه في السماء. جمال خاشقجي تحدد روحه مسار علاقات تاريخية بين السعودية والولايات المتحدة بعد تكشيرة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بوجه المملكة. ليس كل التكشير في نظر كثيرين، فبايدن وإن حمل ولي العهد السعودي مسؤولية مقتل خاشقجي فإنه لم يضمنه قائمة العقوبات السبعينية بمن فيها من أسماء مقربة منه، لكن لا يعني أن بياض البيت تجاه المملكة على حاله. ستبقى السعودية لاعبة في ركن الميدان السياسي في المنطقة في نظر واشنطن، تقول صحيفة الجارديان، لكن واسم النبذ الذي جاهر به بايدن بالتقرير المرفوع السرية قد يلازمها فترة طويلة. ربما لا يملك بايدن أكثر مما فعله حينما كشف عن الآمر الناهي بمقتل خاشقجي ولم يعاقبه. فالرياض أيضا ضغطت وهددت بثمن لا طاقة لبايدن به. أن تحل روسيا والصين شريكان للرياض، أن يمتد التقارب خطوات أوسع، أن تذهب السعودية نحو من لم تفك معهم أمريكا عقدا كثيرة في السياسة والأمن والاقتصاد. ذاك ضعف مكشوف لأمريكا عبر العالم لم تتهيأ إدارة بايدن لمعالجته بعد، وفي يدها أكثر من ملف حارق. رغم ذلك لن تستغني عن إشعار السعودية بما يؤلمها، إنها تلقي بعود ثقاب في بنزين الملف الحقوقي. بايدن وفي مكالمته للملك السعودي دفع عن الملف الحقوقي رافعا اللواء الذي تظل أمريكا ترفعه دوما عبر كل الاتجاهات. قد يكون من سوء حظ المملكة أن اتجاهها يستقطب كثيرا من الملفات الحقوقية المهضومة وفق العارفين. تهدد واشنطن بأكثر من ذلك، سيتم إعلان تغييرات كبيرة في العلاقات مع الرياض خلال الساعات المقبلة. إنها دقائق من جحيم التوقعات لدى السعودية. ما حجم ذلك التغيير وكيف ستتأقلم معه؟ ما تستثمره السعودية في الولايات المتحدة قد لا يسده غيرها في الإقليم، وما تبسطه من خدمات أمنية قد لا ينوء به سواها. ربما تعمق بايدن في إعلاء سقف التشارط سرا مع السعودية يقول العارفون، لكنه في النهاية لا يمكن بالتفاتة قلب دفة التاريخ. ومعنا من الرياض الدكتور عبد الله القحطاني الباحث السياسي، وايضا من فرجينيا سيد نكرحال عضو الكونغرس السابق، ومن الكويت معنا الدكتور عبد الله شاجي استاذ العلوم السياسيه في جامعه الكويت. اهلا بكم. ابدا معك سيد القحطاني، من موقف الرياض الرافض لمضمون هذا التقرير جمله وتفصيلا، لكن يعني الرد السعودي سيكون فقط في حدود هذا البيان على اجراءات ايضا قرات بانها اجراءات محدودة من قبل إدارة بايدن؟ يعني الموضوع ليس جديد، وهذا التقرير ليس فيه جديد ولا فيه محتوى يعني مختلف عما سمعناه سابقا عبر يعني الإعلام والميديا في تركيا وفي اليسار العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كل مكان. يعني التقرير حقيقة يعني هو جاء بعد أفول إدارة قديمة وإتيان إدارة جديدة لها مشكلة مع نفس الإدارة ولديهم مشكلة عميقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ضمن مناكفات معروفة يعني حزبية وفكرية في الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن هذا يعني ليس بالجديد وأنه غير مؤثر على سير العلاقات السعودية الأمريكية، نعلم هذا جيدا ولنا تجارب طويلة جدا، ليس هذا بالأمر الجديد. المملكة لها خبرات قديمة جدا وتاريخية في حجم العلاقات وفي مسارها مع الولايات المتحدة الأمريكية. تعرضت هذه العلاقات لمحاولات لتشويهها وصولا إلى قطعها، ولكن الحقائق هي الحقائق، المصالح هي الحاكم وليس غيرها. يعني عليهم أن يقرروا أين هي مصالحهم.
إذن سيد القحطاني، هل بسبب هذه المصالح التي تشير إليها إدارة بايدن لم تختلف كثيرا عن إدارة ترامب، بأنها وإن تضمن تقريرها أو تقرير الاستخبارات لديها إشارة إلى دور ولي العهد، فهي لم تتخذ إجراءات بحقه؟ بهذا المعنى هي المصالح التي حكمت؟ أولا من حيث المبدأ هم يعلمون، السيد بايدن وجميع المسؤولين الأمريكان يعلمون أنها تقارير زائفة وأنها تقارير ليس لها قيمة وأنها تقارير لا تستند إلى أي حقيقة، تكهنات ومجرد يعني أقوال ليس لها يعني حقيقة مصداقية عالية. هم يعترفون بهذا الشيء، والدليل أنهم يقولون دائما، حتى إعلامهم يقول هذا الشيء. فأعتقد يعني أنها مجرد فقاعات يعني كالعادة في سير العلاقات، وهناك من يدفع من اليسار ومن أحزاب داخل أمريكا وجمعيات معروفة حقوقية يدفعون نحو هذا الشيء. هذا ليس بالأمر الجديد، وأنا يعني حقيقة تعليق بسيط على مقدمة البرنامج، لا ليس لدينا وجه في المملكة العربية السعودية، أنا مواطن عادي يعني أمثل يعني هذا الشارع السعودي الكبير العريض، ليس لدينا وجه. نعلم بأن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقات استراتيجية، وهناك كما ذكرت طيب. قبل قليل هناك مصالح حاكمة وهناك مصالح كبرى للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وتعلم دور المملكة العربية السعودية في هذا المجال. هذا يأتي ضمن مماحكات داخلية أمريكية، والديمقراطيين هذه عادتهم دائما مع المملكة أنت العربية تفصل سيد السعودية وما غيرها. القحطاني يعني بين مضمون التقرير الذي يعني يحمل رأس هرم في السعودية ولي العهد السعودي مسؤولية الوقوف خلف اغتيال أو قتل جمال خاشقجي، وأن هناك من نفذ، وبين التبعات على العلاقة السعودية الأمريكية. أريد أن أسمع هنا من سيد نكرة حال بإشارة إلى يعني كثير ما قرأناه في الصحف الأجنبية، وتحديدا يعني من بينها تيليغراف التي استخدمت هذا التعبير بما معناه بأن إدارة بايدن أو بايدن نفسه لا يبدو أنه مختلفا كثيرا عن ترامب، لا يمتلك الأنياب للتعامل مع ولي العهد السعودي تحديدا، وتقول بأنه وكأنه ترك ولي العهد يفلت من عقاب جريمة. حسنا، لست متأكدا كيف يمكن مساواة معاملة إدارة بايدن للمملكة العربية السعودية حاليا بما كانت تعاملها به إدارة ترامب. إن العلاقة بين أمريكا والسعودية استراتيجية وسوف تبقى كذلك، عمرها عقود طويلة وكانت دائما كذلك، وكانت في الغالب علاقة قوية جدا تديرها الولايات المتحدة الأمريكية بصرف النظر عن اختلافاتنا في السياسة الخارجية أحيانا. أما بالنسبة للسعودية كما قيل لا يوجد أي شيء جديد في التقرير، كنا نتوقع ربما يكون هنالك إثبات بأنه قام بالجريمة أو أدلة، لم يكن هنالك أي دليل، بل كان هنالك تصريح بأنه وافق على ارتكابها. وبهذا نرى بأن إدارة بايدن تختلف عن إدارة ترامب. وبالنسبة للضغط على السعوديين فإنهم يريدون إيقاف الحرب في اليمن أولا، ونحن نتوقع بأن هذا الضغط سوف يأتي ليس فقط من إدارة ترامب بل من الكونغرس أيضا. مجموعات المدافع عن حقوق الإنسان نعم فهي سوف تضغط، وأيضا أعضاء الكونغرس يضغطون من الحزبين ومن مجلس النواب ومجلس الشيوخ وكل الكونغرس سوف يعملون على ذلك. ولذلك نرى بأن هذا الأمر يؤذي علاقتنا معهم حتى ولو كان على المدى القصير. ولذلك أعتقد أن إدارة بايدن سوف تفرض ضغطا على السعوديين الآن من أجل إنهاء الحرب في اليمن، وهذا ضغط لم تستعمله إدارة ترامب. سنستكمل يعني كيف يمكن هذا يكون ضغطا كما ذكرت على سياقات حددتها إدارة بايدن، الحرب في اليمن بالإضافة إلى ملف حقوق الإنسان، ولكن يعني الوضع الإقليمي بشكل خاص. دكتور الشيجي، قرئ التقرير أو قرئ تعامل إدارة بايدن مع يعني الملف ومع الإجراءات باتجاه السعودية خليجيا قرئ بموقف متضامن، في المقابل يعني قرئ من قبل
عدد كبير من السعوديين المتضررين من حكم ولي العهد تحديدا، أو الذين تضرروا في ملف حقوق الإنسان، أو حتى من مجمل المتابعين، بأنه ربما بمثابة الحكم الذي صدر بصرف النظر عن تقنيا كيف سيترجم، ولكن يعني هو له وقعه. ولكن في المقابل خليجيا من مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول الخليجية، كان هناك الموقف المتضامن هو الذي تصدر على أي موقف آخر. لماذا؟ شكرا لكم، تحياتي لكم وللزملاء أهلا بك. المشاركين. يعني لا شك لم يكن في جديد، يعني أجرت سي بي اس مقابلة مع الأمير محمد بن سلمان قبل أكثر من سنة، ولمحت له المذيعة نورا أودونيل بأن أنت متهم بأنك مسؤول عن مقتل خاشقجي، فذكر الأمير محمد بن سلمان ليعلنوا ذلك. وشفنا أمس في التقرير بالرغم أن هناك كان في شطب باللون الأسود لبعض المؤسسات أو الشخصيات، إلا أنه لا جديد، يعني لم أرى أنا جديدا. كانت هناك يعني تسريبات واضحة بما تضمنه التقرير الذي نشر، رفعت عنه السرية، وهذا لإرضاء الجناح التقدمي اليساري البروجريسيف ممبرز اوف بارلمنت اوف كونغرس في الكونغرس الأمريكي، وكذلك لما يحمله الديمقراطيون عادة والرئيس بايدن بالدفاع عن حقوق الإنسان. فنشر التقرير هو أقرب إلى يعني إبراء الذمة وإرضاء الجناح اللي هم أقلية داخل الحزب الديمقراطي، ولكن ما يحكم العلاقة كريل بوليتيك وكمتخصص في الشأن الأمريكي والسياسة الخارجية، السعودية تمثل ثقل كبير جدا للاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج، في أمن الطاقة، في الاستثمارات، في رؤية 2030. هذه كلها تؤخذ في عين الاعتبار، يعني طيب صحيح، برغم ما كانت هذا جريمة في إلا أن حسابات، هناك ريل بوليتيك تحكم. صح هذا دكتور شيجي، في حسابات يعني الإدارة الأمريكية، الرسائل التي أرادت أن ترسلها للداخل الأمريكي كما ذكرت وكما ذكر السيد رحال. ولكن يعني أريد أن أفهم، هل ترى أنه هذا هو الموقف الطبيعي من الدول الخليجية التي تضامنت مع موقف السعودية الرافض للتقرير، علما كما يعني تقولون الآن ضيوف الكرام التقرير لم يحمل جديدا، ولكن يعني هل كان يحتاج هذا الرد بهذا الشكل؟ لماذا؟ لمضمون التقرير أم للتبعات اللاحقة التي ربما تتوجس بعض الدول منها؟ للاثنين، يعني التقرير كما ذكرنا بني على استنتاجات وعلى تحاليل وأقاويل، ولم يأتي بأدلة دامغة كما يقول الأمريكان implicating لإدانة يعني الاتهام الذي وجه تجرم بالفعل. إلى الأمير محمد بن سلمان. ولكن العلاقة، أنا يعني موقف دول الخليج متوقع، حتى أنا صدر بيان من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، لأن هذا يعني يتدخل في الشأن الداخلي لهذه الدول، ويقدم يعني كما تراه هذه الدول والأمانة العامة تدخلا غير مقبول في شؤون الدول، ولا يوجد أدلة قاطعة تؤكد بأن هذا الشخص الذي وجهت له المسؤولية هو الذي قام أو طلب أو نفذ أو طلب بتنفيذ هذا الأمر. الصورة الكبيرة أن هذه نشر التقرير يعني لا يقدم، يعني يزيد من هامش الشك في إدارة بايدن في تعاملها مع حلفائها في وقت هناك يعني مرحلة حافة الهاوية في تمام. التعامل مع إيران، توجيه أول ضربة لإيران وحلفاء إيران في على الحدود السورية العراقية، العودة إلى الملف النووي، دور دول الخليج تمام. بقيادة السعودية في ملفات الإرهاب واليمن وسوريا والعراق. يعني لهذا السبب هناك أكبر من ذلك، ولا ننسى بأن الرئيس بايدن اتصل بالملك سلمان قبل يوم قبل إعلان التقرير نشر واتخاذ التقرير. الإجراءات، وكذلك صحيح. النقطة الأخيرة المهمة، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اتصل قبل 3 أيام أيضا بالأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وهو في نفس الوقت وزير الدفاع. واضح أن بايدن يريد أن يرسل رسالة، علاقته ستكون مباشرة مع الملك سلمان، وزير الدفاع يخاطب وزير الدفاع،
انتهى عصر وضحت هذه النقطة وهي ترامب تأطير العلاقة. الاتصال مع ولي العهد وليس الملك. تمام، وضحت هذه النقطة انطلاقا من سيد القحطاني مما ذكره دكتور شايجي وأيضا سيد رحال عن فكرة الملفات التي يعني ربما كان متعمدا أن تكون الإجراءات محدودة للضغط على السعودية في ملفات معينة، منها بداية الحرب في اليمن، وربما أبعد من ذلك عن العلاقة المتوقعة مع إيران، وربما هناك من يقول مع إسرائيل لاحقا. كيف تنوي بتقديرك الرياضة التعامل مع هذا؟ لا جديد، حتى وانا اتحدث معك حاليا يعني كان هنا اعتراض لصواريخ ايرانيه اطلقت من اليمن على الرياض وتم اعتراضها في هذه اللحظات وانا معكم على الهواء. نتحدث عن ارهاب ايراني غطتها الاداره الامريكيه السابقه في عهد اوباما، هذه احد مخرجات السياسه الامريكيه في عهد الرئيس اوباما وادارته، واعتقد ان السيد جوزيف بايدن الرئيس الحالي يدرك هذه المخاطر وهذه الابعاد، ويعلم بان هناك اخطاء استراتيجيه وقعت، ويعلم ايضا بأن المملكة العربية السعودية بقيادتها ممثلة في الملك سلمان وفي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غيروا البيئة الاستراتيجية في المنطقة، وأصبح التعاطي معها يتطلب يعني إنصافا ويتطلب بعدا استراتيجيا لمسير العلاقات بين المملكة العربية السعودية وبين الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد لك من هذا المكان بأن المملكة العربية السعودية لن تغير في استراتيجيتها ولا تأبه كثيرا بما يقال، هي تتعامل مع الوقائع بالفعل مع الأحداث يعني. مع ما طيب يجري. طيب يعني هل بتقديرك أنه هو في وقت السعودية تتعرض لضغط ميدانيا حتى ضمن حدود يعني ضمن أراضي داخل حدودها، وليس فقط الضغط الذي تواجهه من خلال الحرب في اليمن التي يعني سنوات وسنوات ولم تحسم السعودية بمفردها الحرب هناك، ولكن هل تعتقد أنه عندما تقول الولايات المتحدة ستراجع العلاقات مع السعودية بشكل كامل بكل مفاصلها لن يكون هناك تفكير في القيادة السعودية بكيفية التعامل مع ذلك حينما يكون بايدن يتعمد أنه لا يتعامل مع ولي العهد ويحصر علاقته مع الملك سلمان، لن يؤثر ذلك في أوساط الحكم السعودي في الداخل وربما حتى على موقع ولي العهد داخل دائرة الحكم في السعودية؟ لا ابدا، لا ابدا، لا يؤثر لا من بعيد ولا من قريب، وسياستنا في المملكه العربيه السعوديه لا تقبل الاشخاص وانما الاستراتيجيه العامه. واؤكد لك يعني على طاري الحرب في اليمن او ذكر الحرب في اليمن، ها هي الولايات المتحده الامريكيه وجميع الدول تحارب داعش في العراق وسوريا ولم تغب داعش ولم ينهي القتال، بمعنى اخر نحن نحارب الارهاب الذي تغذيه ايران في المنطقه، داعشها او الداعش منها والحوثي منها. اما الاستراتيجيه السعوديه فابدا لن تتاثر بهذه الاقوال وبهذه يعني التكتيكات الآنية الأمريكية تجاه المملكة العربية السعودية. أنا كمواطن عادي في المملكة العربية السعودية أشعر حقيقة بهذا الموقف المخجل من الولايات المتحدة الأمريكية حينما تتحدث عن ولي عهد المملكة وكأن هذا الرجل يعني عدو لها وكأنه قدم لها إساءة، بينما نحن نعلم بأن الأمير محمد بن سلمان هو من يحارب الإرهاب، هو من يقمع الفساد. طيب وضحت هذه النقطة سيد القحطاني، أريد أن أستفيد من الوقت مع سيد رحال. هل يعني ستضغط إدارة بايدن بشكل أوضح لتحقيق ما تريده من تغيرات في الموقف السعودي سواء في مسألة اليمن ولكن أكثر من ذلك في العلاقة مع إيران في المنطقة وأيضا مع كل التغيرات التي نشهدها في العراق وحتى العلاقات العربية الآن التي يعني استعيدت أو تشكلت مع إسرائيل؟ بوضوح شديد وكما نعلم جميعا السعوديون وضعوا أصابعهم في الماضي في عدة صراعات وفي عدة بلدان في المنطقة، السعوديون لعبوا أدوارا وقد كان لهم دور في ظروف إنسانية واقتصادية، وأحيانا كان هنالك محاولات لهم لتغطية الافتقار إلى القيادة في لبنان. السعوديون يعرفون الأمور الرمزية، وعندما لا يأتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة له إلى المنطقة، وعندما لا يحصل السعوديون على فرصة لمد السجاد الأحمر
الأحمر لترحيب برئيس الولايات المتحدة الأمريكية كما فعلوا مع دونالد ترامب، فإنهم يعلمون أن هذه الرمزية وأن هذه ترسل إشارة للعالم بأن هذه العلاقة سوف تكون مختلفة أكثر من الاختلاف الطبيعي فيما يتعلق بهذه الإدارة، وهم يعترفون بذلك. ولكنني شخصيا أعتقد أن السعوديين سوف يشعرون بالضغط عميقا، وهذا الأمر يتضمن محمد بن سلمان، لأنه ليس بعد الآن صديقا للبيت الأبيض، ولا يمكنه أن يتواصل معهم أو يصل إليهم في 24 ساعة أو أن يحظى بالقوة الاقتصادية والمالية التي كان يتعامل معها مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر مختلف مع إدارة بايدن، وهو يعلم بأن إدارة بايدن سوف تتعامل معه بطريقة تساعدهم على أن يحققوا نقاط نصر في المنطقة، وهذا أمر سيشعر به محمد بن سلمان. تمام. والطريقة التي تعامل بها معه الرئيس بايدن هي رسالة بأن بايدن سوف يكون صلبا في موقفه مع السعوديين، وسوف يحصل على شيء بالمقابل، ربما سيكون ذلك نوعا من أنواع حل للأزمة والحرب في اليمن. طيب، وضحت هذه النقطة سيد رحال. واضح أن السيد القحطاني لا يوافقك الرأي، خصوصا فيما يتعلق بوضعية ولي العهد السعودي بالنسبة لإدارة بايدن. دكتور الشيجي، يعني هل هذا الضغط من قبل إدارة بايدن يعني تلقى مقابل له؟ هل الرياض في موقع أن تتجاوب، لا سيما لنقل الآن مباشرة في موضوع الحرب في اليمن، بما أنها يعني بدأت تغير في هذا الملف قبل حتى مسألة التقرير؟ وأكثر من ذلك، هل ستضطر يعني الرياض أن تفكر بأن تفسح المجال لشخصيات أخرى أن تصعد أو أن يستعاد دورها غير ولي العهد، كي يكون هناك فعلا يعني موازين قوى تتعامل معها إدارة بايدن، بما أن ولي العهد السعودي شخصية غير مرغوب فيها للتعامل تحديدا مع بايدن؟ يعني طبعا إدارة بايدن تأتي مثقلة بالملفات، ومنطقة الخليج والشرق الأوسط ليست من أولويتها، فلذلك هذا مستغرب، يعني أن يكون التركيز على إيران وعلى السعودية، ونشر تقرير الاستخبارات الأمريكية حول اغتيال ومقتل خاشقجي رحمه الله. ولكن نعم، يعني هناك إعادة حسابات في اعتقادي. السعودية حليف مهم للولايات المتحدة الأمريكية، تربطهم شراكة استمرت 8 عقود منذ عهد الملك الراحل عبد العزيز، الملك عبد العزيز والرئيس روزفلت. ولهذا السبب يعني ترى السعودية في اعتقادي، وكذلك إدارة بايدن من ناحية التفكير الاستراتيجي لها، بأن قضية خاشقجي يجب برغم مرارتها ومأساتها يجب أن لا تكون عائق أمام تفعيل العلاقة بشكل استراتيجي. القرار بالنسبة لولي العهد هو قرار يتبع للملك، هو الذي عينه وليا للعهد بعد المبايعة أيضا لهذا التنصيب. ولكن في اعتقادي أنه يمكن التعايش مع هذا الوضع، خاصة أن العقوبات لن تطال الحكومة السعودية، النظام السعودي، القيادات في السعودية بما فيه ولي العهد أن يتكلمون عن تخفيف هذه ردة الفعل الأمريكية التي لا تتعدى فرض عقوبات على 76 شخصية لهم دور كان في بطريقة أو بأخرى مباشرة أو غير مباشرة في عملية الاغتيال. فهذا كان رد يعني محدود جداً، لأن بايدن يجب أن لا ننسى بأنه شخصية مخضرمة 50 عاما في السياسة، ويفهم، وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ لسنوات، كان نائب الرئيس ل8 سنوات، يعلم أهمية المملكة، ويعلم أن هذه القضية هي عبارة عن إرضاء للداخل، وهي صحيح. وعموما مسؤولو إدارته أوضحوا فستعدي هذه الأزمة دون ضرر كبير. صحيح. على العلاقة بين الطرفين. مسؤولو إدارتها أوضحوا بأكثر من طريقة بأن هذه العلاقة مع السعودية ستبقى متينة ولن تكثر، ولكن سيد القحطاني يعني لابد أن تقدم السعودية لتبقي هذه العلاقة كما كنت تشير متينة وأنها غير قابلة للكسر، أن تقدم شيئا لهذه الإدارة الجديدة. ولكن هناك من يقول بأن السعودية هي في موقع الآن معرضة للابتزاز بين مزدوجين
الزوجين الأمريكي، لأن هناك عليها أن تدفع شيئا ما مقابل عدم اتخاذ إجراءات أكثر أو أن تصل الأمور إلى دائرة الخطر بالنسبة لولي العهد أو من معه؟ أعتقد برأيي كمواطن عادي ستدفع المملكة لهم الصداقة والمودة والشراكة الاستراتيجية والتعاون الدولي في محاربة الإرهاب والاستمرار في هذا التعاون الاستراتيجي المفيد للمملكة ولأمريكا وللعالم. لا يوجد مجال للابتزاز، والمملكة لا يمكن ابتزازها. المواضيع تغيرت كثيرا أختي. التحية مرة أخرى للسيد الشايجي وأيضا أخي رحال، وأعتقد أن السيد بايدن إن شاء الله يكمل رئاسته بصحة وعافية، يعني لا يمكن أن يبقى في البيت الأبيض لـ30 عام، يعني فليبقى 3 سنوات ونيل. يعني هل تقول أن الرياضة تعول على رئيس آخر ربما يعيد ما كانت العلاقة عليه بين الرياضة وترامب؟ يعني وطبعا لا نريد أن نكون يعني نقول فعلا سيئا بالنسبة لسيد بايدن. بل أراهن على أنه في وقت راهن، وتذكروا في العربي في عهد بايدن ستكون العلاقات السعودية الأمريكية مميزة، راقبوا فقط خلال العام القادم. تمام، ربما نستضيفك إذا في حلقة مقبلة. سيد القحطاني، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أشكرك جزيلا دكتور عبد الله القحطاني الباحث السياسي، كنت معنا من الرياض، وأشكر من فيرجينيا سيد نيك رحال عضو الكونغرس السابق، وأشكر من الكويت دكتور عبد الله الشايجي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. مشاهدينا، إذن وصلنا إلى ختام للخبر، بقية شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.